يستقبل زوار موسم جدة العديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية، وتتميز منطقة المارينا بنادي اليخوت بإطلالتها البحرية البديعة كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية لمدينة جدة. ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متر ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت وأول مارينا سياحية في المملكة، ويمكن للزائر الحجز عبر موسم جدة. حظي موسم جدة 2022 بحضور طاغي وجنسيات مختلفة شهدت فعاليات موسم جدة في نسخته الحالية، وسط وجود العديد من العروض والفعاليات المتنوعة المقدمة من الموسم والمناسبة لكافة الأعمار والرغبات. موسم جدة استطاع الدمج بين العراقة والتراث مع الترفيه والمتعة، وساعد في جذب العديد من السياح من الداخل والخارج، ولا سيما وأن السائح يبحث عما تتميز به كل منطقة من مقومات، هكذا لو تصبح جدة اليوم قبلة للزوار سواء الباحثين عن الثقافة والتاريخ والذين يقصدون هذه المناطق. كما يعد نادي جدة لليخوت لوحة جمالية على البحر الأحمر إلى جانب مناطق الترفيه والفعاليات والتنوع الجميل الذي تتميز به مناطق موسم جدة 2022. فدوى الطيار من جدة.